سيدي أنا لازم أسألك هذا السؤال. أنا ما عندي شيء أجاوبك عليه، مفهوم؟ لا سيدي، بس أريد أفتهم هاي الرتب بعد من اللي يحترمها منو؟ لا حازم، أنت تعرف شيء وأنا أعرف شيء، أنا وأنت ننفذ الأوامر اللي تجي من فوق وبس. سيدي ما عندي مشكلة الأوامر تجي من فوق، بس أريد أعرف الفوق منو. حازم ده صعب الأمور، المواضيع معقدة ومو مصلحة أي واحد يتدخل بيها. ما يحتاج أنا أفهمك وما يحتاج أنا أشرح لك شلون تصير الأمور. ضروري أفتهم سيدي، أنا مني جيت انتسبت للداخلية أنا وغيري حتى نضحي بنفسنا، مو أجي ألقى الداخلية تتعامل ويا هيك نواضي. لا تتجاوز حدودك، لا تتجاوز حدودك، ترى أسوي لك إجازة وعطلة مفتوحة، مفهوم؟ على شنو عطلة مفتوحة؟ أقدم استقالتي وراح أشتغل ويا هذولا. حازم مرخصتك سيدي، أنت تدري حازم حريص على شغله وحرص الزايد على سمعة الداخلية، خلينا نهدي شوية وإن شاء الله يصير خير. يلا يلا نصرفوا، يلا صرفوا. قدم حازم، حازم أوقف تحت شوياك. أنت تعرف الموضوع مو يمه، الموضوع أكبر من عندنا كلنا. أكبر من عندكم مو من عندنا. أنا راح أقدم استقالتي ودقيقة ما أبقى هنا بعد. حالياً هو هذا الوضع، تريد تغير الوضع؟ خلينا نشتغل على هذا الموضوع. إذا قدمت استقالتك راح تخدم هذولاك وما راح تخدم المؤسسة هذه. كبر عقلك، اسمع كلامي، اهدى وامشي.